زميلاتي معظمهن متبرجات، فالمشي معهم يعد دعوة للتبرج وهل علي إثم؟ نحن نريد أن نرفع شعارا كثيرا ما أتكلم به، لابد لنا أن نغير لا أن نتغير، لابد أن نغير لا أن نتغير، وأن نؤثر لا أن نتأثر. ده في يعني دوائر الشر أو في دوائر المخالفة. يبقى في مسألة المخالفة أنا أغير لكن لا أتغير، وأنا أؤثر ولكن لا أتأثر. فلو في هناك أصحاب متبرجات ويمكن لي أن أغير منهن وأن أؤثر فيهن، فلا بأس بصحبتهن بهذه النية. لكن إذا كانت هذه الصحبة لن يترتب عليها تأثر ولا تغيير فيما يظن، فالأولى إن كل مقام يكون له المقال الذي يناسبه.